لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بكم سيد محمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. في ظل ورود أنباء عن محاولة مستوطنين صهاينة الاستيلاء على أرض في حي جراح بالقدس الشرقية المحتلة، برأيكم ما هي أسباب تراجع تزايد الانتهاكات الصهيونية في الفترة الأخيرة على منطقة الأقصى والمدينة القديمة؟ نعم، أشكركم جدا على أن تكون القضية الفلسطينية دائما حاضرة في نشراتكم. بالفعل ليس هناك تراجع، بل على العكس هناك تصعيد كبير وخطير برز اليوم في الأروقة الإسرائيلية بشأن القدس المحتلة، تحديدا عندما أقرت وطرحت خطة توسيع ما يسمى بحائط النبكة لديهم، أي حائط البراق، وهو المقطع الغربية للمسجد الأقصى المبارك. هذه التوسعة تعني أنها ستكون على حساب أيضا مزيد من الأرض والمكان الفلسطيني في القدس المحتلة. هذا جاء بالتزامن مع طرح المئات من الوحدات الاستيطانية في منطقة شرق القدس. يأتي ذلك في ظل التهديد المستمر للخان الأحمر والبدو الفلسطينيين في الخان الأحمر لتسهيلهم لتمرير خطة E1، وهي مشروع ضم شرق القدس ومناطق الشرقية من القدس المحتلة للقدس لتكون القدس الكبرى، وبالتالي تبقى الضفة الغربية وتقسم إلى قسمين. لذلك الانتهاكات تتصاعد وتأخذ منحى خطير، والجديد البارز الظاهر الخطير الذي لم يتم تسليط الضوء عليه هو أن الاحتلال الإسرائيلي بات يسمح بتأدية الطقوس الدينية في باحات المسجد الأقصى المبارك. هذا يعني أنها كل الاتفاقيات وكل التفاهمات مع الأردنيين، والأردن هي الجهة التي ترعى المقدسات القدس، كل هذه التفاهمات طلبت بعرض الحائط، حيث ان دخول المستوطنين لتأدية الطقوس الدينية في باحات الاقصى هذا يعد تقسيما ايضا زمانيا، وهذا ما كان يحذر منه من قبل القائمين على المسجد الاقصى. الحديث سيد محمد، الحديث عن هذه الانتهاكات كلها يتزامن مع حالة قطيعة بين حركتي فتح وحماس، ما مدى مساهمة هذه القطيعة في تزايد وتصاعد هذه الانتهاكات؟ اولا حالة القطيعة هي ليست بين فتح وحماس لدينا في الشارع الفلسطيني بقدر ما هي بين مشروع اوسلو الذي هدر ارض 48 المحتلة وقدمها على طبق من قبل الاسرائيليين، ومشروع اوسلو الذي اعطى 50% من اراضي الضفه الغربيه لصالح الاسرائيليين اداره امنيه واداريه، وايضا مشروع اوسلو الذي بات الان عبئا على الشعب الفلسطيني. لذلك كل الشعب الفلسطيني الان بفصائله يقولون لا يوجد مصالحه لا تبنى على مقاومه ورفض للظلم الاسرائيلي، اي مصالحه مبنيه على شروط الرباعيه الدوليه التي تقضي بالاعتراف باسرائيل والتنازل عن الارض هذه مصالحه مرفوضه، وبالتالي خلاف الفلسطينيين كلهم بما فيه حماس مع مشروع اوسلو ومشروع التسويه وتنسيق الامن. وهذا ربما ما دفع، المعذره على المقاطعه لضيق الوقت، هذا ما دفع حركه حماس للاعلان عن تاجيل المباحثات التي كان من المفترض انطلاقها اليوم. نعم، وهذا كل الفصائل الفلسطينية الآن اليسارية الإسلامية الوطنية الآن تذهب باتجاه الحفاظ على غزة وسلاح المقاومة في غزة ورفض الحصار، أيضا رفض صفقة القرن وصفها من خلال المقاومة وتدخيلها في الضفة الغربية. غير ذلك سيكون عقبة أمام المصالحة. نحن نعلم بأن حماس منتخبة من الشارع الفلسطيني منذ عام 2006، وهي آخر انتخابات فكريات في الشارع الفلسطيني منذ عام 2006 وفازت فيها الغربية فقط حماس. لذلك تجاهل حماس وتجاهل إرادة الشعب وصوت الشعب الفلسطيني لصالح الأجندة الدولية والإملاءات الأمريكية بالمال السياسي والاحتجاج السياسي للسلطة لن يدع مجالا للمصالحة إذا بقيت الأمور مبنية على ذهاب للرباعية الدولية لا على خيارات وطنية والتوافق والتنمية.
يخشى الكثيرون أن هذا التأجيل سيكون لا يخدم، سيكون ضد التيار في على حماس وضد المدنيين في قطاع غزة، حيث أنه يهدد بشن حرب جديدة على سكان القطاع. ما مدى صحة ذلك؟ نعم، التوقعات الحرب تعني في الوسط الفلسطيني الآن. نحن نعلم أن هذه المماطلة من قبل السلطة في إتمام المصالحة على أساس التوافق والمقاومة والتجاهل لمعاناة الشعب في غزة، يعني أمام استقطاب جديد يبدو أنه مؤلم للشارع الفلسطيني، وهي حرب التركيع. أنا أطلق عليها حرب التركيع. يحاول الآن من خلال هذه الحرب تركيع المقاومة بحجة أن الشعب جائع، بحجة أن هناك معاناة، أن هناك مدنيين سيتعرضون للخطر، ولكننا نحن كشعب فلسطيني من الطبيعي جدا أن نتعرض لهذه المعاناة، لأننا نواجه الاحتلال، والذي يواجه الاحتلال لا يعيش لا في فنادق ولا يتأمل أن يكون في حياة رفاهية بعد أن يجلب وطنه ويحرر وطنه يعيش هذه الحياة. غير ذلك أكيد هناك شهداء وجرحى ومعاناة واعتقادات. هذا الذي يسمى في البديهيات المقاومة، بديهيات المقاومة والثوابت والصبر والمواجهة لا تحتمل في أجهزتها أن يكون هناك بناء وحمي على قاعدة احتلال وذل. أشكرك جزيل الشكر محمد القيقة، صحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية.